بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، نحمده ونستهديه ونسترضيه ونصلي ونسلم ونبارك على جميع أنبيائه وسائر مرسلي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة البابتين الثقافية في جميع أنحاء العالم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقات جديدة من حلقات برنامجكم يا رب القرآن. سعدنا أن نرحب في بدايتها بالدكتورة أسماء رفعت شهاب. أهلا دكتورة أسماء. في هذه الحلقة نستكمل معا مشاهدينا الكرام ما كنا قد بدأنا إعرابه من قصة، من الآيات الدالة على قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مع رسل ربه إلى قوم لوط من سورة الحجر. يقول الحق تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. دكتورة أسماء، قال أبشرتموني على أما السني الكبر فبما تبشرون؟ قال أبشرتموني، قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. نعم. أبشرتموني، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. بشرتم فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الميم علامة على الجمع وهنا حركت بالضم، الواو حرف إشباع. نعم. إشباع لهذه الحركة السابقة. النون حرف للوقاية يقي الفعل من الكسر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. أبشرتموني، هذه الجملة كلها في محل نصب مقول القول. قال أبشرتموني على حرف جر، أن مسني الكبر. أن حرف مصدري، مسني مس فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء أيضا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهنا حركت منع الالتقاء الساكنين. نعم. المصدر المؤول هنا أن مسني في محل جر بعلى، إذن معي شبه جملة. شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف حال، تقدير الكلام قال أبشرتموني كبيرة. نعم. الكبر، أبشرتموني على أما السنية الكبر. الكبر فاعل. الكبر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. فبما تبشرون، الفاء عاطفة، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ما هنا اسم استفهام مبني على السكون على الألف المحذوفة في محل جر بالباء. نعم. وشبه الجملة متعلق بالفعل التالي، تبشرون. تبشرون فعل مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب أو جازم، واو الجماعة فاعل والنون للإعراب، الجملة الفعلية في محل نصب عطفا على جملة مقول القول السابقة. نعم. أبشرتموني فبما تبشرون. نعم. نستكمل مع مشاهدينا الكرام إعراب هذه الآيات الكلمات، ولكن بعد فاصل قصير فانتظروا. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم مشاهدينا الكرام عودا حميدا بإذن الله لنستكمل إعراب آيات سورة الحجر مع الدكتورة أسماء رأفت شهاب. دكتورة أسماء، يقول الحق تبارك وتعالى: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك، قالوا استئناف جديد، فعل ماض مبني على الضم لا محل له من الإعراب، وواو الجماعة فاعل والجملة استئنافية. قالوا بشرناك، بشرنا فعل ماض مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به، والجملة مقول القول. قالوا بشرناك بالحق، دائما الفعل بشر يحتاج حرف جر، فدائما بعده شبه جملة متعلقة به. بالحق الباء حرف جر، والحق اسم مجرور، وشبه الجملة متعلق بالفعل. بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. الفاء عاطفة، لا ناهية جازمة، تكن فعل مضارع ناسخ ناقص مجزوم بلا وعلامة الجزم السكون، اسم تكن مستتر وجوبا تقديره أنت. نعم. من القانتين من حرف جر، والقانتين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تكن، والجملة كلها معطوفة على الجملة السابقة. شكرا دكتورة أسماء، ونستكمل معا مشاهدينا الكرام إعراب هذه الآية الكريمة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ومن يقنط، قال فعل ماض مبني على الفتح، الفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، ومن الواو هنا عاطفة، لكن ما زلنا في حيز القول. نعم. ومن، من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يقنط فعل مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب أو جازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الجملة الاسمية في محل نصب مقول القول. ومن يقنط من رحمة ربه، من حرف جر، رحمة اسم مجرور، شبه الجملة متعلق بالفعل، ورحمة مضاف، وربه مضاف إليه، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. إلا حرف للحصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إلا الضالون، الضالون هنا بدل من فاعل يقنت، فاعل يقنت كان ضمير مستتر تقديره هو. الضالون بدل من هذا الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، الجملة كلها استئنافية لا محل لها من الإعراب. شكرا دكتورة أسماء، عصمنا الله وإياكم مشاهدينا الكرام، وعصمكم وعصمنا فيكم من أن نكون من الضالين، وهدانا في من هدى، ورحمنا في من رحم. إلى أن نلقاكم مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله ونترككم في برامجكم المفضلة على شاشة قناة الوطن الثقافية. طبتم وطاب يومكم. Thank you.